بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه ثقة وأستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طيب، نواصل من على بركة الله تعالى الموضوع اللي ادينا فيه البارح. هما برشا خيان تو خاصة في الأيام هذه يبداو يسألوا على زكاة الفطر، وعموما من الليلة ينجم يخرج ليلة 27، وهي تخرج قبل يعني يوم العيد بيومين أو ثلاثة. اللي يحب يخرج من الليلة ينجم يخرج، أما اللي يخرج قبل المغرب راهو لا، يخليها عند شخص باش ينوبوا في إخراجها يمكن. أما خرجها قبل المغرب هنا يفهم احتمال أنها أكثر من ثلاثة أيام. تسمى نهار 26. طيب، وإن شاء الله غدوة طول نفردوا لها حصة يعني كاملة، نحكيوا بالتفصيل إن شاء الله على زكاة الفطر. شو فلوسها؟ هذاك هو الموضوع، فما برشا يرين يخاطبوا، الناس كلها توقع حايرة هل تجوز القيمة ولا تجوز ما نقولش. 2000 فرنك هو قال المفتي. طول نحكيوا عليها غدوة، دعا حتى تقع. لا مش هذا. 27 28 29 كبير. سلاقه كبير كبير. أيوة. لا 27 ما تحسبوش. أنت قلت الليلة يا حكا. أي نجم يخرج الليلة. وفما احتمال ما يكون 29 ولا يكون 30. أي كبير كبير. وقرأ نهاري كبير. ألي حسب رأيك استحسن غدوة ممكن. لا تقول نحكي على غدوة. طيب. نجم نطلع. نجم عارف لا تكلمنا على يعني عبادة مستقلة من العبادات واللي هي مخ العبادة اللي هي قضية الدعاء، وحكينا يعني على الأداب الظاهرة والأداب الباطنة، وآخر شيء مسألة رفع اليدين في الدعاء هي اللي تحتاج شوية تفصيل. أول شيء لابد أن نعلم جميعا أن هذه المسألة في المواطن المختلف فيها جارية بالاتفاق بين الاستحباب والكراهة، ولا يوجد احد من ولا يوجد من يقول بحرمه رفع اليدين ولا من يقول بوجوبه، وبالتالي يعني في اقصى التقدير يعني جاي اما هناك من يقول باستحباب ذلك وهناك من يقول بكراهته. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه يعني فما قضيه رفع اليدين في الدعاء شيء،
والمسألة الثانية هي قضية مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، كذلك هي مسألة ثانية. بالنسبة لرفع اليدين ثبت في بأحاديث متواترة، والأخبار يعني التي وصلتنا سواء كان القرآن الكريم والأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، تقسم أول ما تقسم إلى متواتر وأحاد. الخبر المتواتر هو الذي ترويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ينكر العقل السليم أن يجتمع مثل هؤلاء على كذب، ويفيد العلم اليقيني مثل السند اللي وصلنا به القرآن الكريم. وهناك أحاديث يعني ليست كثيرة مقارنة بالأحاديث الأخرى، كذلك سندها متواتر، والخبر المتواتر يعني منكره كافر والعياذ بالله. وكل ما روي على غير صيغة المتواتر يسموه العلماء أحاد، اللي هو الجمع، ومفرده خبر الواحد، مش خبر واحد، خبر الواحد. خبر الواحد ما هو تعريفه؟ قال هو ما روي على غير صيغة المتواتر. ويفيد أظن الغالب، وهذا الخبر خبر الواحد أو الأحاد تقسم باعتبارات مختلفة، تقسم إلى صحيح وضعيف وحسن باعتبار حال الرواة، تقسم إلى مشهور وعزيز وغريب باعتبار عدد الرواة، تقسم كذلك باعتبار الانقطاع والاتصال، فهل المعضل، فهل المنقطع، فهل المرسل، فهل المعلق، إلى غير ذلك يعني من الأقسام المختلفة للحديث. الإمام السيوطي رحمه الله ألف رسالة الأزهار المتناثرة، ولقب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وذكر فيه كذا يعني بعض الروايات اللي فيها قضية رفع اليدين. فالمسألة رفع اليدين هذه ثابتة يعني ولا شك ولا ريب فيها، غير أن هناك كما قلنا البارحة هناك مواضع اتفق العلماء على استحباب الرفع فيها، ونعود نقول له استحباب ليس وجوب، وهناك مواضع اتفق العلماء على استحباب عدم الرفع، ما نقولوش كذلك حرمة، وهناك مواضع مسكوت عنها. وعما أصل من الأصول الفقهية المعروفة، إذا ورد في مسألة دليلان ظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه، أو لم يرد في ذلك في تلك المسألة يعني خبر ودليل، فنرجع دائما للأصل. مثلا من أبسط المسائل، احنا نعرف مثلا في هيئة المصلي أثناء القيام، يعني فما قول بالقبض، واختلاف الأحناف يقبض تحت السرة، في مذهب الشافعي يقبض بين الصدر والسرة، وفي رواية يعني قريب من الصدر، وفما رواية ثانية اللي هي رواية السدر، واليوم مذهب الإمام مالك رحمه الله. وإن لم توجد في ذلك أحاديث صريحة لكن الأدلة موجودة، الإمام الحسن البصري كان يصلي السدر، الليث بن سعد كان يصلي السدر، سيدنا عبد الله بن الزبير وما أدراك ذلك كان يصلي السدر، ولم يكونوا يفعلوا ذلك إلا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ومن أبرز الأدلة التي تدل على ذلك هو عمل أهل المدينة. على كل حال مش هذه القضية المحل، باختصار ملأ هيئة المصلي، ثم هيئة القبض، وثم كذلك هيئة ملأ السدر. وهناك مواطن مسكوت عنها لم يذكر فيها لا أمر بقبض ولا أمر بسدر، مثلا وقت المؤذن يبدأ يخدم في الصلاة، وقت برشا الخيام يعملك يقبض يديه، علاش تقبض في يديك؟ المسائل الأحاديث التي وردت في القبض هي أثناء القيام وقراءة سورة الفاتحة. هو حتى لما يرفع الإنسان من الركوع، فهو كان صلى وقف سواء قبض ولا استن، قال الله أكبر وركع، وبعدين سمع الله لمن حمده ورفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع يقبض إليها. هذا الموطن لم يرد فيه أمر أو خبر برفع بقبض اليدين، ولم يرد فيه خبر بسدهما. فالعلماء قالوا ما دام هذه مسألة وهذا يعني الشاهد، ما دام المسألة ما وردش فيها دليل منا ولا منا، شنو نعمل؟ نرجع للأصل. الأصل في هيئة الإنسان العادي وقت اللي يبدأ وقف يديه اللطن، أنت كان تشوف واحد مثلاً يبدأ وقف قدامك يبدأ عملك تقول إيش بيك، أنت تصلي ولا إيش بيك، لكن يجيش واحد وقف تقول إيش بيك مهبط يديك اللطن، وكان يهز يديه الفوق تقول إيش بيك مهزز من فوق، لأن وضعية ما هيش أصلية. فهذاك علاش نقوله إحنا البعض الأخرين يقولوا لا راهي المسألة هذه أنت علاش تقبض، يعني لم يرد دليل بالقبض، يقول إيه ولم يرد دليل كذلك بعدم القبض بالإرسال، نقول نعم لم يرد دليل بالإرسال
الحالة اللي حكينا عنها، لكن لا نرسل لأن أمرنا أن نرسل في تلك الحالة، بل لأنها وضعية أصلية. وأنا قلنا المسألة التي لم يرد فيها دليل من هنا ولا من هنا فنرجع للأصل، وإلا المسألة التي ورد فيها دليل يعني ظاهره وتعارضه هي فما ثلاثة مراحل نمر بها في النصوص التي ظاهرها التعارض. أول مرحلة مرحلة الصلح، والصلح خير، هل يمكن أن يعمل الإنسان بكلا الدليلين؟ كما عندنا في المذهب المالكي في سجود السهو عندنا السجود القبلي وعندنا السجود بعدي، فعمل مالك رحمه الله بكلا الدليلين. في المذهب الحنفي سجود السهو ديما بعدي، في المذهب الشافعي سجود السهو ديما قبلي. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي كلهم قالوا إن جمعوا بين الأدلة وقالوا يمكن يكون السجود السهو قبلي وإلا بعدي، واختلف الضابطة كل واحد منهم في المسألة دي، فقيدها مالك رحمه الله بالزيادة والنقص، فقال السجود البعدي مع الزيادة والسجود القبلي مع النقص إلى غير ذلك. خلينا من مذهب الإمام أحمد والإمام إسحاق فيه شوية تفصيل به. فمنا إحنا في المسألة هذه ما وردش دليل، وإلا ورد دليلين ظاهرهما التعارض. فأول مرحلة مرحلة الجمع بين الدليلين إذا أمكن ذلك، منها أنا أخذين النموذج سجود السهو، عندنا كذلك القراءة، قراءة الفاتحة وراء الإمام. الإمام أبو حنيفة عنده المأموم ما يقرأش وراء الإمام لا في جهرية ولا في سرية. الإمام الشافعي رحمه الله عنده المأموم يقرأ في الجهرية وفي السرية. الإمام مالك رحمه الله جمع بين الأدلة، قال إن قراءة المأموم وراء الإمام مستحبة في الركعة السرية ومكروهة في الركعة الجهرية. فأول مرحلة هي الجمع بين الأدلة، فإذا لم يمكن الجمع بينهما قال نصير إلى وجه من وجوه الترجيح، نولي وش مش نعمل نرجح دليل على دليل. وجوه الجمع هي كثيرة تدرس في وصول الفقه، منها أن يحمل البعض على النافلة والبعض على الفرض والبعض على الجهري والبعض على السري، بحث طويل برشا. المرحلة الثانية نوليه مش نعمله بواحد ونترك الثاني ويكون ذلك وتكون ضابطة في ذلك هي الترجيح، مثل ما قضية النسخ والمنسوخ نعرفوها جميعا. لما تجي الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه تقتضي جواز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. والآية الثانية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه تقتضي لغة وشرعا وعقلا تحريم الخمر البتة. فهذان دليلان ظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما، شنو نعمل؟ نصير إلى الترجيح. والوجه هنا من أبرز وجوه الترجيح هو قضية النسخ والمنسوخ، فنقول إن الآية الثانية آية تحريم الخمر نسخت الآية التي حرمته في أوقات الصلاة، هذا هي وجه من وجوه شنو الترجيح. المرحلة الثالثة وهي اللي مش نحكي عنها، إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح، فشيء يصير قال فيترك العمل بكليهما إلى أن يظهر ما يغير ذلك. إن ظهر واضح ولا يترك العمل بكليهما ماذا سنفعل؟ نرجع إلى الأصل. فمنها هذه طوّب الدعاء طويلة هذه الكل، نجيء قضية رفع اليدين في الدعاء، فهناك مواطن ذكرت فيها أدلة تأمر بالاستحباب طبعا بالرفع، وهناك مواطن أمر فيها الإنسان بعدم الرفع، وهناك مواطن مسكوت عنها لم يرد هذا فيها هذا الدليل ولم يرد فيها ذلك، فاختلف العلماء فيها. الكل متفق أن في مثل هذه الحالة نرجع إلى الأصل، لكنهم اختلفوا في ذلك الأصل. الإمام الشافعي طبعا خلافا للأئمة الثلاثة قالوا الأصل أنه الإنسان يديه اللطف، والإمام الشافعي استحب عدم رفع اليدين في الدعاء في المواطن التي لم يؤمر فيها الناس برفع اليدين ولم ينهوا عن ذلك. الأئمة الثلاثة يعني مذهب الجمهور قالوا لا، الأصل في عامة حالة الإنسان أن يديه تكون في الأسفل، لكن الأصل في هيئة الذي يدعوه أن يرفع يديه، فلا نقول برفع اليدين لأنه كانت لنا أدلة تأمر بالرفع، ولكن لأن رجعنا في مثل هذا الظرف إلى الأصل، والأصل في هيئة الذي يدعوه أن يرفع يديه. بعض الخيال يظن أنه ما فماش روايات تذكر ذلك، الروايات كثيرة هذين فيما يتعلق بالرفع، مش نذكر بعض. ذكرنا احنا البارح حديث يعني الذي يدعو ربه أشعث وأغمر وقل ثم يرفع الذي يدعو، كذلك منها حديث هذا ذكر فيه عمل ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب
قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحة على الوجه. وراه ثم فرق بين الحديث المعلعن وبين الذي روي بلفظ التحديث والإخبار. وقد يقول الراوي عن فلان يعني يمكن هو سمع منه مباشرة ويمكن أنه سمعه من شخص آخر ولم يذكره، لكنه إذا قال حدثنا فلان فهذا صريح في أنه سمع منه. فالإمام البخاري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال يعني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح، قال محمد بن فليح أخبرني أبي عن أبي نعيم هنا عن عنا، قال وهو قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحة على الوجه، يعني بعد أن يدير بالراحة على الوجه. موجود كذلك حديث في سنن الإمام الترمذي، هنا ذكرت مسألة مسح الوجه. الحديث هذا يروي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موجود في سنن الإمام الترمذي، وقال حديث حسن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وكان في اللغة العربية مع الفعل المضارع تفيد الاستمرار، لما نقول كان زيد يفعل كذا تفيد استمراره على ذلك العمل، لما نقول كان فعل كذا هذه تفيد الماضي البعيد، فهذا إن دل فهو يدل على أن هذا العمل فيه استمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، يعني لم يرد يديه، وفي رواية لم يحطهما، في رواية لم يردهما، وفي رواية يعني الإمام الدارمي رحمه الله يقول الإمام أبو داود عفوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل الله بظهور أيديكم ولكن اسألوه بوطونها، يعني من الأدب وقت اللي يدعي الإنسان يكون بطن اليدين إلى السماء ما يخلهم شك، لأن هذه هي الإنسان. لا تسأل الله بظهور أيديكم واسألوه بوطونها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. ويقول كذلك الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. ونظير هذا الحديث هذا موجود في الأدب المفرد الإمام البخاري، ومثل هذه الرواية موجودة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذي قبيل سيدنا أبو هريرة، فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبد، يعني عصت أوامرك وأبد أن تسلم، فادعوا الله عليها، فد منهم أحب يرتاح منهم بدأ عليهم خليه يتركوا، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، واستجاب الله عز وجل دعاءه وهداهم الله. وفي رواية أخرى هي من المسائل المتفق عليها اللي هي رفع اليدين أثناء الدعاء يعني للاستسقاء، نسأل الله تعالى أن يغيثنا بالغيث النافع. أمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله بسنده قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قحط المطر عاما فقال بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما يرى في السماء من سحابة. يعني هنا نعلم كما قلنا البارحة أن الإمام في دعاء الخطبة يستحب له أن يشير بأصبعه ولا يرفع يديه، لكنه إذا شرع في دعاء الغير يولي يغير الهيئة بتاعه ويرفع كلتا يديه، فقال لا يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هذا يشكون يتكلم سيدنا أنس رضي الله عنه، قال يستسقي الله تعالى يعني يطلب منه السقيا، قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، يعني اللي هو شاب معناه ولبس عليه ولد له مشكلة كيفاش مش يروح الدار، صار هذا من الأمور التي يهتم أو تهمه أو تجعله فيها.
قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الداري الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة قعدت أسبوع كامل ويصوم. فلما كانت الجمعة التي تليها فقال، يعني جاءك الرجل ذاك نفسه أو جاء في خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان والدنيا حبست والطينة وكيفاش سكر علينا سبان. قال واحتبس الركبان، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه، قال يعني فعل هكذا بيديه رفعهما، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة، يعني اتحادك السحوم الملكية، يعني وحسمت المسألة إلى غير ذلك من الروايات. احنا قلنا إن شاء الله بدناكم بوضع نحكي على زكاة الفطر، وتنزل نشير إلى جانب من الأحاديث المرسلة في قضية مسح الوجه بما يسر الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع سنه، اللهم لا جمعنا هذا جمعا محروما، ولا تجعلنا من بعدهم شرا معصوما، ولا تجعل لهم فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب اغثنا بغيث النافع القليل بجاه المصطفى الحبيب، اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم تقبل اعمالنا واجعلها خالصه لوجهك الكريم، وانصر اخواننا في غزه وفلسطين وعجلهم بالفرج والعافية يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.